الآن المتسابق حسن رائد سامي من محافظة بابل. ماكو فرق. يلا أهلا وسهلا. كل الهلا. سوت بيك الخير شو متغير حال شو متغير حال سوت بيك الخيل جاوبني وريح دلالي معقول انت حسين الغالي شو متغير حال شو متغير حال شاوينا صدرك يا البير يقيت شاوينا شو عصيت حاذف شاوينا ورد اللي بيشفاك ينغرس شاوينا عطر التين يثرمني النفس بس اسمع ونات شواني الكلمات شواني الكلمات بس اسمع ونات مو من طبعك ونك عالي معقول انت احسيان الغالي الله يوفقك حسن تهلت بيانا كل التوفيق ان شاء الله اشتيتك ما تريد تضغط أنا؟ طبعا هاي من القصائد اللي اتمنى ان تقدر تخلص الولد انا بدي الملى اصوات اي حقيقه انا بدي اجمع له اصوات كبير ما يخليك انا اول سؤالي صوتي الي اريد اجمع له اصوات صوتي جنن مالك اشوفك يعني جنة. انت خوف قابل على رايي انت ما تبني مجال بعد اخوك لا هو المستهل مو حلو قاله لا والله نهائيا مو من القصيده اصلا ولا يم اداءه ولا يم بدايه القصيده دخوله جدا كانت اوت يعني مو يم الموضوع يعني كان برود بالاداء مو متوقع اذا انا شوف دخول القصيده دخول القصيده مهم انا شنتبر هسه اي مشترك يجيني اذا قال مستهل حلو انتبره قرا النص صح يعني تمام احيانا يجي قرأ وقال مستهل حلو يدخل بالنص يدخل بالنص مو حلو صح انت جيت قريت مستهل مو حلو دخلت بالنص النص احلى فلذلك كنت انتبه لان المستهل نهائيا مو هو تحياتنا للرادود الرائع من العمار الكناني الف تحيه لك شكرا لك تاهلت ويانا كل التوفيق